اذا كان الاولياء يعلمون الغيب فكيف القوا بانفسهم الى التهلكه امير المؤمنين صلوات الله عليه يعلم قاتله ابن ملجه ويعلم زمان قتله انها الليله التي وعدنيها رسول الله ويعلم مكان قتله عندما يريد ان يخرج الى المسجد في ليله التاسع عشر من شهر رمضان الإوز تصيح في وجهه فيقول الإمام صوائح تتبعها نوائح أم كلثوم تقول له يا أبه لا تخرج هذه الليلة إلى المسجد أحست بالخطر كما يبدو الباب يتعلق بمئزر أمير المؤمنين صلوات الله عليه أو بثوبه فيقرأ الإمام صلوات الله عليه أشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك أو بناديك كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها تعلم بما يجري عليها بين الحائط والباب وفي نفس الوقت تذهب لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. الإمام الحسين صلوات الله عليه يعلم بمصرعه ويخبر بمصرعه: "كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات ويحدد المكان بين النواويس وكربلاء" هذا مو إلقاء للنفس في التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا بحث عميق يحتاج إلى ألف صفحة من البحث الإجابة على هذا السؤال ولكننا في هذه العجالة نكتفي بكلمتين، الكلمة الأولى للعلامة الحلي رحمة الله عليه، ينقلها العلامة المجلسي في مرآة العقول المجلد الثالث صفحة مية وستة وعشرين يقول جاز أن يكون يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه بذل مهجته الشريف صلوات الله عليه في ذات الله تعالى كما يجب على المجاهد الثبات وإن كان ثباته يفضي إلى القتل. نوضح كلامه باختصار. أهل البيت صلوات الله عليهم يمثلون حالة التسليم المطلق لله سبحانه. الله يقول أقدم فيقدم. يقول له أحجم فيحجب يقول له قم فيقوم ويقول له اقعد فيقعد إمامان قاما أو قعد تسليم مطلق إذا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال لجعفر ابن أبي طالب اذهب إلى مؤتة وجاهد الأعداء حتى تقتل شنو وظيفة جعفر بن أبي طالب صلوات الله عليه مو جعفر بن أبي طالب إذا النبي قال اذهب إلى هذه المهمة واعلم أنك تقتل فيها شنو وظيفتك شنو وظيفتنا قطعا يجب علينا الامتثال إذا الله سبحانه وتعالى امرهم الإمام أمير المؤمنين كان مامورا بأن يذهب إلى المسجد وأن يقتل من قبل الله، أكو هنالك باب في الكافي الشريف في هذا المجلد من مرآة العقول صفحة 188 باب أن الأئمة عليهم السلام لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلا بعهد من الله عز وجل، كل إمام هنالك وثيقة من قبل الله يجب أن يتحرك طبقها، مختومة بخاتم، يفتحها ويقرأ ما فيها ويعمل طبقها. هذا هو الجواب الأول. الذي ذكره العلامه الحلي رحمه الله. الجواب الثاني هو الجواب الذي ذكره العلامه المجلسي، شويه هذا الجواب يحتاج الى دقه. يقول فالمعنى يذكر روايه أنه لماذا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه خرج؟ فقال الإمام في الجواب: ذلك كان ولكنه، العبارة تقرأ بأنحاء مختلفة إحدى القراءات: ولكنه حُيّن في تلك الليلة لتمضي مقادير الله عز وجل. هذا حديث مروي عن الإمام الرضا صلوات الله عليه. العلامة المجلسي يفسر كلمة حينا يقول فالمعنى في صفحة 142 فالمعنى أنه كان بلغ الأجل المحتوم المقدر وكان لا يمكن الفرار منه ولعله أظهر الوجوه وحاصله أن من لا يعلم أسباب التقديرات الواقعية يمكنه الفرار عن المحذورات ويكلف به وأما من كان عالما بجميع الحوادث فكيف يكلف الفرار وإلا يلزم عدم وقوع شيء من التقديرات فيه إلى آخر جواب احنا اكو ستار بيننا وبين اجلنا متى نموت ما ندري كيف نموت لا نعلم باي ارض نموت لا نعلم في اي بقعة ندفن لا نعلم مجهول مطلق الآن أنتوا أفرضوا واحد كشفت له الحجب أنتوا الآن أفرضوا الله كشف لكم الحجاب جيد لازم الإنسان يموت في يوم من الأيام بسبب من الأسباب في وقت من الأوقات في مكان من الأماكن بكيفية من الكيفيات قرأت باللوح المحفوظ إنك ميت وإنهم ميتون قرأت في اللوح المحفوظ أن فلانا يموت في اليوم الفلاني بالجلطة القلبية خلاص. الجلطة القلبية كيف تتكون أفرض من تخثر الدم قطعة من الدم تتخثر وتفجر العروق ويموت الانسان، عندما يعلم يروح ياكل مرققات الدم، الاشياء اللي ترقق الدم بالطب القديم موجوده وبالطب الجديد ايضا. شنو يصير؟ ما يصاب بالجلطه القلبيه. فهذا شلون يموت؟ هذا القرار يطلع على الشارع وسيارة تدعمه فيموت ما يطلع ذاك اليوم على الشارع ما يموت القرار يروح إلى الجبل ويتزحلق من فوق الجبل ويموت ما يروح ذاك اليوم للجبل القرار في اللوحة المحفوظ عزرائيل يجي يوم السبت في هاي الغرفه ويقبض روحه يروح في تلك الغرفه. فعزرائيل ماذا يفعل؟ عزرائيل مكتوب له يقبض روحه في هاي الغرفه، هذا يروح في تلك الغرفه. إذن هذا لازم ما يموت الى النهايه. هذا خلاف تقدير الله. الله تعالى فرض الموت على كل أحد إنك ميت وإنهم ميتون أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة يقول ولو أن أحدا يجد إلى البقاء سلما أو إلى دفع الموت سبيلا لكان ذلك سليمان ابن داود ما يصير لازم واحد يموت جيد إذا أنتم بهذه الرؤية رأيتم اللوح المحفوظ شنو وظيفتكم الفرار من الموت أو الاستسلام للموت ياهو منهم لازم تقعدون في مكانكم في المكان المحدد وتنتظرون عزرائيل يجي ويقبض الروح المباركة إلى الرفيق الأعلى ولكنه يعني أمير المؤمنين حياً في تلك الليلة هذا وقت حينه هذا وقت موته الحتمي لا فرار من الموت من التقدير الحتمي ماكو فرار إحنا ليش لازم نفر؟ لأن أكو أمام أعيننا غطاء لكن اللي يرى الواقع بعد ما يتمكن يفر مو مكلف بالفرار بل مكلف بعدم الفرار ولكنه حين في تلك الليلة لتمضي مقادير الله عز وجل وإلا شلون يموت هذا الإنسان ما يمكن في كتاب بصائر الدرجات صفحه 34 ابن ملجم اجى عند امير المؤمنين صلوات الله عليه واراد ان يبايعه في اول خلافته الظاهريه الخلافه الواقعيه من الاول ثابت فقال الامام من اراد ان ينظر الى قاتلي فلينظر الى هذا هذا هو القاتل الذي يقتلني هذا مسجل في اللوح المحفوظ فقيل ألا تقتله قتله قال وعجبا تريدون أن أقتل قاتلي شلون واحد يقتل قاتل ما يعقل مو ممكن في رواية أخرى في إحقاق الحق (المجلد الثامن صفحة 126)، قالوا: يا أمير المؤمنين، أفلا تقتله؟ قال: فمن يقتلني إذا؟ إذن من يقتله؟ والبحث في هذا الوادي بحث عميق يحتاج الى الف صفحه من البحث والتحقيق ولكن هذه كانت مجرد اشاره اجماليه